وانا نشوف في موسيقتك, موسيقتك اغلبها كلين, ما فماش حتى كلمه هكا حرشه, هو اختيار منك. خاطر نشوف ساعات في فنانين يعمل هكا ويعمل هكا, يقول لك هاني نعمل كلين للجمهور يمكن للصغار وكل شيء, نعمل زيدا موسيقى اللي هي الحقيقه داخله في الكولتور نتاع الراب. انا علاش نوصل معناها نعمل حاجه فيها كلام احرج باش من بعد ما تدخلش للعائلات وتدخلش للقلوب. خاطر اسمعني باش تعمل كلمه, هو اسمه كلام زي هو اسمه كلام زايد معناه اللي انت تنجم توصل ميساج من غير كلمه زايد, تنجم تدخل. خاطر شنو كلام زايد؟ شنو باش تعمل؟ ابسط حاجه, مره كبيره تسمع كتاب, تسمع كمريق مليك, تقول كلمه زايده تنعلك ولا فهمت. علاش انا نوصل نفسد في صغار بكلام زايد ونقول بابا؟ اي واحد راه نجم يقول كلام زايد في الدنيا هذي, اما علاش انت توصل تفسد في طفل صغير بكلام زايد وتوصل تفسد؟ عاد انا نعمل حاجه شو ومحلاها وفيها كلام موزون وفيه كلام فيه ايماج وفي حاجه باهي, كي تسمع معنى الموضوع تحس روحك في وسط الغنيه قاعده تعوم. هذه الحاجه الباهيه, وان شاء الله تونس الكل والرابيرات الكل يولوا يعملوا كي خلينا نخدموا موزيكا, خلينا نقدموا, خلينا نفوتوا حاجه باهيه الكل. انك تدعو للفنانين اصحابك انهم يوليوا كيفك انت, كلها ماشي توك تشوف برشا اغنيه تو ماشيين وتبارك الله فيهم مش حتى كلمه زايد.